اسهل وابسط 7 طرق تقدر تستخدمهم لخسارة الدهون. قدرت استخدمهم عشان اوصل من الصورة دي 110 كيلو الى الصورة دي 70 كيلو. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم نوتريشن كوتش عمرو شعراوي، اهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن اهم 7 نقط كل الناس بتستخدمهم، اي حد عاوز يخسر دهون لازم يستخدم ال7 نقط دول عشان يقدر يوصل لهدفه. بس خلينا في الاول نقول نقطة مهمة جدا، وده الحجر الاساسي اللي هنبني عليه الفيديو، ان في فرق كبير جدا بين التخسيس والتنشيف. للاسف معظم الناس لما تيجي تبدأ عاوز تخسر دهون بتعمل تخسيس مش تنشيف، وده بيكون ليه اضرار كبيرة جدا. ركز معايا جدا، التخسيس هو انك بتخسر عضلات ومياه ودهون، فلما انت اصلا بتخسر عضلات معدل الحرق بتاعك بيبدا يقل، فبتيجي بعد فتره بتاكل قليل جدا وبتبذل مجهود كتير جدا، وفي نفس الوقت جسمك مش قادر انه يخسر دهون وبتحس اللي هو ماسك في كميه الدهون. انما التنشيف انك بتخسر مياه ودهون بس، وكمان لو انت بتعمل اي تمارين حتى في البيت بالدمبل او بوزن الجسم بتلاقيك كمان انك بتبدا تزيد حجم عضلي، او لو انت بنت بتلاقي ان جسمك بيبدا يتشد، وده ساعتها اللي احنا بنبدا نرفع معدل الحرق وفي نفس الوقت صحتنا بتتحسن. التخسيس بتلاقي انك صحتك بتسوء، انا بخسر دهون ولكن صحتي همدان وتعبان الى اخره. انما التنشيف لا، انا بلاقي صحتي بتتحسن، انا بخسر دهون بس صحتي بتتحسن، وده اللي احنا عاوزين نركز عليه. انا عاوز اخسر دهون واوصل لهدفي ولكن بصحه كويسه. رقم واحد واللي متفق عليه جميع اخصائي التغذيه، انك لازم تاكل اقل من اللي جسمك بيحرقه، وده هنا في ليه شقين. الشق الاول للناس اللي بتعرف تحسب سعراتها، والناس اللي ما بتعرفش تحسب سعراتها تبدا تقلل اكل من النشويات الكربوهيدرات تدريجيا. يعني كنت بتاكل مثلا طبق رز كبير 12 معلقه، ابدا خلي الاسبوع ده والله هاكل بس 11 معلقه، الاسبوع اللي بعديه هاكل بس 10 معالق وهكذا، قلل تدريجي. كنت بفطر برغيفين عيش، هفطر خلاص رغيف ونص، يبقى انا كده بقلل الاكل تدريجي وفي نفس الوقت بخلي جسمي يحرق دهون. وبالنسبه للناس اللي بتحسب سعراتها، فطبعا انك تحسب سعراتك وتقلل من 500 ل 400 سعره، ولكن اهم حاجه ما تحاولش يعني تقلل سعراتك بكميه كبيره في الاول. ولو انت عاوز تعرف ازاي تحسب سعراتك اكتب لي تحت سنك وطولك ووزنك، وانا هبدا احسب لك السعرات الحراريه اللي جسمك بيحرقها بدون ما تعمل اي مجهود. رقم 2، ابعد عن السكريات تماما، وخصوصا السكريات الصريحه. حتى لو انت بتاكلها بكميات قليله يا جماعه، السكريات بترفع الانسولين بكميه عاليه، فلما الانسولين يترفع بكميه عاليه بياخد سكر الدم، فتيجي بعديها تحس انك جعان فترجع تاكل سكريات تاني، فبتلاقي ان المحصله في نهايه اليوم انك اكلت كميه سكريات عاليه جدا، سعراتك عالية جدا، جسمك اكل كتير فبيبدا يخزنها دهون. وخصوصا كمان الناس اللي عندها سكري، او الناس اللي داخله على السكري، او الناس اللي عندها مقاومه انسولين، ابعد تماما عن السكريات الصريحه ودخل بدلها الفواكه. ويعتبر افضل 3 انواع فواكه الكيوي والفراوله والتوت البري، ان الحاجات دي سعراتها قليل جدا وفي نفس الوقت سكر اللي فيها مش بيرفع الدم، وفي نفس الوقت بتديك جزء سكريات، لان طبعا احنا عاملين دايت بيبقى الموضوع يعني شويه صعب، فانا محتاج حاجه بس احس ان هي سكر وفي نفس الوقت صحيه، فخليك في الفواكه وافضل 3 انواع اللي انا قلتهم دول. رقم 3، انك ترفع معدل الحرق عن طريق الميه، وده اللي معظم الناس بتقع فيه وخصوصا في الشتاء. الافضل انك تشرب مع كل وجبه قبليها او بعدها كوبين ميه، وتوزع الميه على مدار اليوم بحيث تشرب من 3 ل 4 لتر مياه، وفي نفس الوقت حاول تخلي في كل وجبه طبق سلطه كبير، ولو انت ما بتحبش السلطه حاول تاكل خضار او اي نوع سلطه انت بتحبه، اهم حاجه يكون في سلطه فيها الياف عشان تحسسنا بالشبع عشان نقدر نستمر على الدايت. مش هينفع استمر على الدايت وانا جعان، لا انا لازم اشبع، فعشان كده يفضل في كل طبق انت بتاكله يكون في جنبيه طبق سلطه كبير. وفي نفس الوقت يفضل في كل وجبه انك تدخل لبروتين حيواني لو انت مقتدر ماديا، او بروتين نباتي، انما لازم يكون في بروتين، لان البروتين بيساعد كمان ان جسمك يبدا يحرقه عشان يستهلكه ويهضمه، بيبدا يعلي معدل الحرق بنسبه 10%، وفي نفس الوقت بيقعد فتره كبيره في الجسم برضه يخليك شبعان فتقدر تستمر على الدايت. رقم 4، وكل الناس بتقع فيها وركز فيها جدا، وهي السهر. كل لما تسهر اكتر كل ما معدل الحرق بتاعك يقل، كل لما ترفع نسبه الكريفنج ناحيه السكريات. يعني معايا ناس بتقول لي انا بدات اجوع بالليل، ده انت بتنام الساعه كام؟ بنام الساعه 12 واحده، ده طبيعي ومش تقدر تحله، لانك كل بعد الساعه 10 كل ساعه جسمك بيبدا يرفع عندك هرمونات الجوع فبتحس انك جعان، وخصوصا ناحيه السكريات. وكمان دراسه اتعملت وجدت ان الناس اللي بتنام قليل من 4 ل 5 ساعات، والناس الثانيه بتنام من 7 ل 9 ساعات، وجدوا الناس بس بتنام 4 ل 5 ساعات وجدوا ان معدل الحرق بتاعهم قل بنسبه قد تصل الى 50%. فتخيل معايا انك ماشي على الدايت وبتعمل رياضه ومظبط كل حاجه، تقدر تخس كيلو كامل في الاسبوع، ولكن انت بتخس نص كيلو بس عشان انت مش بتنام كويس. لازم تنام كويس يا جماعه، الجسم بيحرق دهون اثناء النوم، ولو انت مش مصدقني جرب توزن نفسك قبل ما تنام واول ما تصحى الصبح، فاكتر وقت جسمك بيحرق فيه دهون هو
النوم، لان الجسم اصلا بيبدا يطلع الدهون او يعني يخرج الدهون في هيئه ثاني اكسيد الكربون، واكتر وقت انت بتنفس فيه كويس وجسمك بيكون مستريح وبيعمل فيه فور ريكفري هو النوم. اهتم بالنوم، حاول تنام اقصى حاجه الساعه 11، وفي نفس الوقت لو انت بتسهر حاول تخلي وجبه الاخيره على الساعه 7 8، ما تخليهاش مثلا الساعه 4 5 بحيث تيجي على الساعه 10 جعان جدا فتبدا تاكل سكريات. انما لو انا اخرت الوجبه شويه قبل النوم مثلا ميعاد النوم بتاعي بثلاث ساعات، فاقدر ان انا امسك نفسي لحد ما يجي ميعاد النوم وابدا انام. رقم 5 ودي مهمه جدا جدا، انك حاول تعمل اي نوع رياضه. ناس كده جدا هتقول لي ما عنديش وقت، ما فيش مشكله، عارفين مشاغل الحياه، ولكن حاول تعمل اي رياضه في البيت، سواء انك تصحى الصبح قبل ما تروح الشغل، قبل ما تعمل اي حاجه تتمشى نص ساعه او حتى تلت ساعه حتى، او تعمل تمرين بوزن الجسم في البيت او بالدمبل، واليوتيوب مليان. لانك كل ما تعمل التمارين دي الصبح كل ما جسمك اصلا بتبقى انت صاحي في حاله حرق الدهون، فبيبدا يكمل من حرق الدهون، وفي نفس الوقت بتديك نشاط وتركيز انك تكمل شغلك او مذاكرتك الى اخره بنشاط وتركيز، وفي نفس الوقت بتديك حافزيه كده انك تكمل بقيه اليوم. انا تعبت الصبح عملت نص ساعه مجهود وتمرين، مش عاوز ابوظ الدايت. فالحاجات دي كلها مهمه جدا، وافضل وقت انك تعمل فيه رياضه انك اول ما تصحى من النوم، لانه بيديك كمان طاقه ايجابيه على الانتاجيه اثناء اليوم. رقم 6 والاخير وده اهمهم، وللاسف لازم تخلي رقم 6 ده اهم حاجه عندك، لانه لو انت ما قدرتش تطبق رقم 6 يعتبر اللي فات كله بلح. ليه؟ لان معظمنا بيبدا يطبق اسبوع 10 ايام بعد كده يمل ويرجع تاني. فرقم 6 ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عاوز تستمر على حاجه اكبر فتره يعني ممكنه، حاول تخليها عاده. فانا عشان ابدا اخليها عاده لازم اطبقها لمده 21 يوم. فانا هبدا اجيب معايا كده نوته وورقه وقلم واكتب فيها ال 21 يوم وابدا التزم بالدايت. اليوم اللي همشي فيه صح اعمل عليه صح، وهكذا. لو انت بوظت في وسط ال 21 يوم ارجع عيد تاني. انا عارف ان الموضوع رخم وهياخد وقت، وممكن 21 يوم دي تقعد فيهم من 3 ل 6 شهور عشان تقدر تلتزم، بس في نفس الوقت بتديك حافزيه انا عاوز اطبق ال 21 يوم صح، فبتبدا تديك حافزيه انك تكمل. بتلاقي مثلا اول مره التزمت 4 ايام، بعد كده اليوم الخامس بوظت فيه شويه، فتبدا تعيد تاني، تلاقي تاني مره بعد اسبوع، المره اللي بعديها بعد 8 ايام، بعد 10 ايام، مع الوقت بتلاقيك انك خلاص عملت ال 21 يوم، كونت العاده فبدات تمشي على الدايت. وطبيعي احنا جدا كبشر كل فتره نبدا ممكن نقع، ده حاجه طبيعيه جدا. وفي نفس الوقت هنا اهم حاجه بس انك حتى لو وقعت ما تقولش خلاص اليوم خرب، لا، هي وجبه اكلتها حصل اللي حصل، كمل يومك عادي خالص. وانا بفضل تمام انك لو انت بوظت في وجبه تاكل بعديها على طول مباشره طبق سلطه كتير، لان في نفس الوقت هيشبعك ويقفل حته الكريفنج ناحيه السكريات لو انت اكلت كمان سكريات عشان الانسولين لما يرتفع، في نفس الوقت تقدر تكمل بقيه اليوم عادي. انما لو انت بعديها ما اكلتش كميه سلطه او كميه بروتين عاليه، بعديها بساعه ساعتين هتجوع فترجع تقع في نفس الغلط تاني وتقول اليوم باظ. لا، اليوم ما باظ، حاول تكمل عادي. وفي نفس الوقت حاول قدر الامكان انك لما تيجي تاخد الوجبه فري بتاعتك او الشيت ميل تخليها كل اسبوعين لشهر، وفي نفس الوقت تعملها من البيت. يعني انا النهارده نفسي في محشي، هاكل محشي لان المحشي اصلا صحي ولكن سعراته عاليه، هعمله بالزبده مش هستخدم فيه الزيوت النباتيه المضره، وفي نفس الوقت مكون من الكرنب، الكرنب ده يعتبر خضار، والرز والتسبيكه بتاعته بالزبده، فيعتبر كله صحي جدا ولكن سعراته عاليه. طبعا الاكل حتى لو صحي وسعراته عاليه هيزودني، بس انا قصدي اللي انا اخدت وجبه اهي يعني شيت ميل في البيت صحيه، وفي نفس الوقت ما اتجهش طبعا ان انا اكلت فرايد تشيكن الى اخره من الاكل اللي بره اللي مليان زيوت نباتيه وزيوت مهدرجه، هتسبب كتير جدا مشاكل لصحتك. رقم 7 والاخير وهو انك تطبق الصيام المتقطع. انا دايما ما بحبش الناس لما تيجي تبدا تخس تطبق الصيام المتقطع، لان انت في الاول مجرب، بس لما تبدا تعدل جسمك مجرب، بس لما تقطع السكر بس من بره او الاكل من بره بتلاقي جسمك بيخس لوحده. فانا بفضل دايما انك تستخدم الصيام المتقطع في اخر جزء، خلاص انا خسرت لي مثلا 10 ل 20 كيلو، حاسس الجسم بدا معاني شويه، ببدا استخدم معاه الصيام المتقطع. وانا شارح هنا الصيام المتقطع على القناه، وباذن الله الفيديو الجاي هنبدا نشرح الصيام المتقطع بطريقه جديده بتفصيلي بامثله اكل الى اخره. ولو انت عندك اي سؤال سواء في التغذيه او التمرين اتفضل تحت في الكومنتات وهرد عليك. ولو انت عاوز تخس من غير ما تحس عن طريق المتابعه الاونلاين، ابعت رساله على الواتس وهرد عليك. كان معاكم عمرو شعراوي، سلام عليكم.